ني 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا يا لا يا لا يا لا 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 تجي تجي لجي لك يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا انت اللي حبيت من اللي صغير تلقى طريقة ترجم بها افكارك كما ولو ولو انت اللي في ساعة تقرا البهي وتعطي الثقة قلبه هو ديما حاشي هلو هلو انت اللي جريت عمرك الكل على وريقة اشتاك البيا خبيزة ما ولو ولو ما يرقدش الليل في قلبه شعلة حريقة يخمم في الناس اللي غدوة تسالو سالو بس لهون وبس على بربكن هادي محرم ما تطلع تراند برو اخو نزلوا له نزل تراك جديدة بدي اياكم تروحوا لعنده على الشانل تعملوا سبسكرايب تحضروه للتراك تحطوا لايك كومنت شير اشتراك سجل لك عرفت الله كيف لانه شيء بومباستيك فانتاستيك اكسترا اوردينري عرفت الله كيف ويلا وسهلا فيكم في فيديو جديد مع الكسار لا تنسى زر الجرس اللايك كومنت الاشتراك اند ليتس جو يا بيبي عزيزي يا قائد يا محترم كبرنا ما تبدلنيش شوفوا في عبيد تبدلت تفرج دنيك ايش وليت رجلة بالحبس تفدلك اتيتود ما فهميش رابريت ايش من فضلت بلايكودي جانج ما نقدر ما فهميش ايت سيجارة بليش من فضلك بلايكودي جانج ازيد فضلك ايت سيجارة بليش من فضلك فانتاستيك اكسترا اوردينيري that's how we do it baby يا كبير يا معلم سفاه الولاد والبنات بس تو تسلك الوضع كله سجلك لك يا كبير عرفت الله كيف صار لي غايب عنكم تقريبا شي 4 5 ايام عشان انه ما بعرف ليش عرفت الله كيف ماني عارف حالي شو كان بدي اعمل عرفت الله كيف بس حصلوا يا كبير على اخر ثانيه شفت كومنت عم بيقول لي شوف اقوى طفله بتونس بتغني راب قلت اوف انا ولا مره عامل رياكشن على طفله بتغني راب تونسي في شغلات عم بتروح عن الكسار عرفت الله كيف اطلع نسمع ونشوف ونكرر انا وياكم لا تنسى يا كبير تطلع عندي على انستغرام تعمل فولو عشان انا احبك وانت تحبني وسجلك لك مش يا كبير ماشي فنزعلوا على هذا اطلع نسمع ونشوف F.B.K عفيف يا حاج ويل قلمي على الورقة يطفي في الحرقة وذيس ذا تشيل بس 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 لك انت بتعرف مقولة انه الكتاب ببين من عنوانه يا كبير انت كيف بتعرف الرابر المزبوط من دخلته على البيت عرفت علي كيف من هون انت بتعرف اذا الرابر زابط معك على البيت ولا مش زابط معك على البيت بس شابو با من الهلأ عرفت لايك كيف وبس تسمع بالاول عفيف يا حاج كمان تعمل شابوبا عرفت لايك كيف جاي سمعيني يا كبير جاي سمعيني يا كبير اسمع عفيف يا حاج ويل هاي قلمي على الورقه يطفي في الحرقه وذيس ذا تشيل ام نوت ا فيل الوقت اللي تعدى حسبته معاديني كان على الشده هاي كبرت في عيني قلبي ما ندى وظلامي مضويني ما نبكي على سكر ولا نعوم ببيكيني وكي اقدر روح فيك الفرق ما بكيني نعالج فمرضي ولا طبيبي داويني نزرع ونحصد والشربه ترضيني الفلوس تبني جامع ما تطلع للمولى والخوف كان من المولى انا عفسه عد بس 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 شو هال الليركس اللي عندك شو هال بارول اللي عندك شو هالبانش لاينز اللي عندك الله ربي انت تعملي راب افخم من رابرات برشا صراحة وعم بيجيبوا ارقام برشا وانت تعملي راب احسن من برشا احسن من برشا رجال يعني عرفت لي كيف والله شابو با صراحة يعني هذه بكل صراحة يعني ما كنت متوقع هيك شيء مش استخفاف لانه هي طفلي ولكن الفكرة انه ما كنت متوقع قوي لهالدرجة هيدي بس كل الاحترام all respect شابو باي اكبر دولة وحباري في دمي يعمل في جولة نرسم في معاني ونشبع في نفوس اللي قال لي لك طفلة انا قريت ودروس يطلع وكي نجلة حجب المنقي ويحكي لي على الرجلة ما نقولك وقع لي حجب المنقي ويحكي لي على الرجلة اوه لا يا افبك شبيك شبيك يا كبير شو هي لي تسمع لي مش مفرخة تهرب أعلى غناية مخي المتغرب وشارب لحناية وجهي كتعب حشمة المراية مغربل في ناسي العروس كي مش راجل اشتندب بالعاسي اشتندب باللمة كي تفرخ في الغمة
خيوطك اللي ترخفت نكنسها كعطيتك قيمة البسها ليكلك البرد من صغري ما لعبتش بعروسة نعمر ونقمر بالفرد إذا قد بيا ما بدتش نغرد من موت عجل حد ولا يغرك الورد العطش اللي ذبل كبرت بالرفسة وبعمري ما نطبل المعزة ما تقبل الحكاية اللي تهبل كتاز لحظة الليركس من عندها هي اللي كاتبة الليركس يا برو والله وربي انت ومتوحشي وربي انت مونستر يا كبير عب علي شبويات بقى للعالم كلها يتتبون السجلجلج يعني عرفت لي كيف مش عارف بدي قلك لا وربي عندك كاركتر عندك اسلوب عندك فلو عندك كل شيء يعني لازم تكون انت انترناشنال يا كبير انت فاهم علي كيف زرع البهي تحصد المزبل خليني في غريقي موسع في ضيقي ولمزي الجهدي بعرقي وبجهدي وثنية كعابي مغرس في جروحي ومبرد في عصابي ولا تقولي قريتك نحرقت كتابي ولا تقولي قريتك نحرقت كتابي نحرقت كتابي هم قالولي كنت الهيد فقرايتك خير جمعت الكرون لحدهم البلافون وخنقهم مش خير المعون خليتو لمك شو مدخلك اش يهمك بس يا كبير انتو عنكن شو بدي اقلك لك انتو عنكن تحفي فنية هون يا كبير هادي شغلة بمباستك فانتاستيك انتو بتعرفوا شو عم تسمعوا انتو هون سمع نحرقتو كتابي عم قالولي كنت الهيد فقرايتك خير جمعت الكرون لحدهم البلافون وخنقهم مش خير المعون خليتو لمك شو مدخلك اش يهمك يحكي لي على القراية وهو حدو الابتدائي ربي وحده اللي حاسبني على اخطائي مرا وبنت مرا وقادرة نشلكهم اعدائي فالحين كان في السربان مخاخهم ناقصة زادو كان في الميزان تي مخك زبلة دربيها شبعة ذبان وهو كل حبلة وريحته بالسنان رابلو كل مفضل بديت نغني قابلو منيش من الناس اللي طابلو يسب على العلن وبريفي عين تقابلو يشد السيلو ولا صوابع وطوي نبلو لا 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 نقدر الناس وزيد ما نجاوبش الحوثلة نوصل نجاوب والله فرشك لما تبلو قدي عمرة عبالي احكيها انا اعرف قدي عمرة شو القصة من وراكي انت هذا الراب ما بيطلع من مين من كان عرفت علي كيف يعني اذا انت ما عندك هالاكسبيريونس بالحياة ما عندك هالتجارب ما عندك قصص انت مارق فيها مستحيل تكتب هيك شغلات عرفت علي كيف يعني تطلعك شعر بيتأثر ببيئته وهي شعرة تعتبر لانه عم تكتب برايمات عم تكتب بارات عم تكتب اشياء فخمة عرفت علي كيف المفروض في قصة من وراها فلازم نعرف شو القصة من وراها اللي بيعرف عنا لهذا المخلوق اي قلي F.B.K شابوبا all respect for you والله العظيم انت من توب التوب بتونس هذي خضية مني انا عرفت لايك كيف بس ما شو بدك تقول بعد يا مصدق مخك حلو ولا راكدة فيه كوالا يقول لي طفلة ورجوليت وشدها بكالا ناس وصلت للقمرة وناس تعس على الناس تسيبوا الناس خلي تحلم وتتمنى ما يعرفش طريق الجامع ويحكي لي عالدين تقول بيني ديه الجنة كان صلي طاو نشاور ولا نبعث لك الصاور قمت الخلوق ناس تغزر السقية وانا اللي نغزر الفوق كان المنطق العدم السنات تقول معبية بالغرم وجوه الهم ما عجبكش تعدى فوت يحكي من الحزام اللوطة شعب شطر ومكبوت المخ مربوط والسنات بلف بلف وقت اللي انا سهرة نكتب انت بارك تسف يا وحش من صغري ما نركحش منو اللي قال لي يا طفلة راك ما تنجحش منو اللي قال لي يا طفلة راك ما تنجحش لا وربي تنجحي ونجحتي وللأعلى كمان للأعلى وللأعلى كمان يا كبير عرفت علي كيف وربي انك متوحشي وهذا الراب طفلك كنت ناطره انا عرفت علي كيف تنجحي بالليركس تبعك تنجحي بالفلو تبعك تنجحي بالفخامة تبعيتك قدام الكاميرا بالكاركتر تبعك الفخم انت كأنثى مش انه مثل بعض ناس هلا بتنشهر بس على جسمها لا عندك انت قوة بالموسيقى عرفت علي كيف شابوبا اما مش عارف شو بدي اقول والله مش عارف شو بدي اقول يعني انا كنت مفكر انه اسمع شيء اوكي ما عم بقول انه لأن طفلي ما بتعرف تغني عم بقول انه ايه كنت حاسمع شيء بس انه شفتها انا على الصورة قلت صغيرة بالعمر ما ممكن مثلا يطلع منها كتير قوي عرفت علي كيف بس لا بومباستيك فانتاستيك اكسترا اوردينيري يا كبير شابوبا كل الاحترام ما عندي شيء بقى اقوله عرفت علي كيف مش عارف بس انا هون اللي عجبتني هون اكتر شيء لما نقلت على هذا البيت يا اسمع نحرقتو كتابي
هم قالوا لي كنت الهيت فقرايتك خير. جمعت الكرون لحدهم البلافون وخنقهم مش خير. المعون خليته لامك شم دخلك اش يهمك. يحكي لي على القراية وهو حده الابتدائي. ربي وحده اللي حسدني على اخطائي. مرا وبنت مرا وقادرة نشلكهم اعدائي. فالحين كان في السربان مخاخهم ناقصة زادوا كان في الميزان. هادي الفن اللي لازم تدعموه يا كبير. هذا الفن اللي لازم تسمعوه. هاي الراب الميوزك اللي لازم تسمعوه. عرفت علي كيف؟ فهمت علي كيف؟ انا هلا مثلا اعطيك مثال. مثلا هذا الليركس، هذا الاسلوب، هذا الستيل، هذه الفخامه، هذا الاحترام قدام الكاميرا والكلام، عرفت؟ مش معروف عالميا. وليش وحده مثلا مثل هيفا وهبي لنقول، عرفت علي كيف؟ تنحكي على وحده من عندي من البلد مشهوره وكل العالم تعرفها. معروف ليش؟ لانه معروف شو بتأرجي. ما بتأرجي فن، بتأرجي شيء سيقلقلق، عرفت علي كيف؟ اما هنا عم تأرجي فن تقيل، ليركس تقيل، عم تأرجيك شعر. ادعموا هيك شيء، عرفت؟ الانفتاح هو انك تنفتح وتتعلم ويكون عندك نالج اكبر وتعرف الصح من الخطأ، مش انفتاح انه تشلح وتمشي بالزلط، عرفت علي كيف؟ شابوبا، I love you so much, all respect for you. رح اعمل لك فولو على انستغرام اكبر واني. الو بدا التليفون. الو ايه شو وصلت؟ ايه معك لك. راح يا اخي هلا في البس وجاهز، بدي اطلع من الدور. عم بقول لك قبل ما امشي واخذ معي هذا صاحبي بس مروق منه. يا اهلا وسهلا. في مشكله؟ طالما من طرفك اهلا وسهلا. على راسي يا كبير. ارحب بيه ميت هلا. يلا يلا ناطرك انا. باي باي باي. عمل له فولو F.B.K. يلا نشوف F.B.K. يا والله لقيتها. وهذه فولو يا كبير، متلك فولو. عندك بوي فريند؟ هذا كان الفيديو لليوم يا كبير. لا تنسوا تروحوا لعند زلولو، حاترك لكم اللينك تحت بالكومنت، تفوتوا تدعموه. صاحبي وحبيب قلبي، يسعد بسكن وكل ايامكن. love you so much. let's go يا بيبي. كبرنا ما تبدلنيش، شوفوا في عبيد تبدلت. تفرج دنيك ايش وليت، رجلة بالحبس تفدلك. اتيتود ما فهميش، رابريت ايش من فضلت. ما نقدر ما فهميش، ايت سيجار بليش من فضلك. ايزيت فضلك، ايت سيجار بليش من فضلك. بمباشتك فانتاستيك اكسترا اوردينيري. that's how we do it baby.